هنشتغل على الايه؟ الايفنتس. ايه الايفنتس؟ احنا عندنا عملنا الديليجيت، قلنا يعني ايه ديليجيت؟ ديليجيت عباره عن ايه؟ بوينتر تو فانكشن، وبعد كده عملناه ايفنت، وبعد كده بدانا نهندل الايه؟ الايفنت. وقلنا ان الديليجيت ممكن احتاج في الايفنت انه ياخد بارامتر زي ما احتاجنا ان احنا نبعت له الاندكس مش كده؟ او الكرنت، واحتاجنا في بعض الاحيان نخليه يرجع ايه؟ داتا. اللي احنا عملناه النهارده دوت في اللاب ما كانش الستاندرد بتاع الموضوع. يعني الايفنت ما بعملش شكل الديليجيت زي على مزاجي، صوت على مزاجي زي ما انا عايز، واخليه ساعات ياخد انتجر وساعات ياخد فلوس وساعات ياخد خمسه بارامتر. لا خالص، في ستاندرز المفروض امشي عليها. ايه الستاندرز المفروض امشي عليها؟ ده اللي هاخده النهارده. يعني مفيش حاجه جديده، انا بس هحسن شويه في اللي احنا عملناه امبارح. ان بدل ما كان شكل الديليجيت كنا بنعمله على حسب كل كلاس، انا بعمله زي المنيو مثلا، اضطريت اخد انتجر وارجع بوليان. لا، انا همشي ايه؟ شكل الديليجيت دايما اللي بستخدمه في الايفنتس كله شكله ايه؟ واحد. ايه الشكل الواحد اللي انا بعمله؟ بالمنظر ده كده. فايل، انا كان في بروجكت قديم صح؟ اقفل خالص. Advanced T-shirt. ده اللي احنا كنا عاملينه امبارح، فاكرين؟ ادي المنيو بتاعتي، وعملت الديليجيت اللي بياخد انتجر وايه؟ وبوليان. الستاندرد ايه؟ شكله ايه الستاندرد؟ تعال نفتح اي برنامج اهو، انا فتحت الويندوز فورمز. الويندوز فورمز لو بصينا عليها هنلاقي ان هو عمل شكل الديليجيت ازاي؟ ادي البوتن اهو. شايفين شكل الديليجيت عامله ازاي؟ بيرجع فويد، وبياخد دايما ايه؟ حاجتين، حاجه اسمها اوبجكت سندر، وحاجه اسمها ايفنت ايه؟ ارج. المفروض لو انا هعمل ايفنت امشي على نفس الستاندردز دي. دايما الديليجيت بتاعي بيرجع فويد. طب انا عايز البونيون، هنشوف هنحطه فين. دايما بيرجع فويد، ودايما بياخد اوبجكت سندر، ودايما بياخد حاجه بتنهرت من ايفنت ارجز. مش شرط يبقى كلاس ايفنت ارجز دايركت، بس اي كلاس بينهرت من ايه؟ ايفنت ارجز. دي الستاندردز بتاعت الايه؟ بتاعتنا. ليه انا قلت انه مش لازم يبقى ايفنت ارجز دايركت؟ يعني تعال نشوف الفورم ثانيه اهي. الصوت يا شباب. بروبرتيز، في ايفنتس كتيره مثلا زي ماوس هوفر مثلا. لا، خلينا نشوف حاجه تانية. حاجه زي مثلا كي بريس. حد شايف كي بريس اهي؟ شايفين دي بتاخد ايه؟ اوبجكت سندر، بس المره دي بتاخد ايه؟ كي بريس ايفنت ارجز. مش مهم هي بتاخد اني كلاس، المهم انه كلاس بينهرت. يعني لو رحت على الكلاس دوت وقلت له جو تو ديفينيشن هلاقي انه بينهرت من ايه؟ ايفنت ارجز. ايه يا عم الاثنين دول عباره عن ايه بقى؟ ايه القصه؟ مين اوبجكت سندر ومين الايفنت ارجز؟ ها؟ اي ديليجيت لايفنت هعمله بالشكل ده، لايفنت، مش اي ديليجيت في الاطلاق، في المطلق، لا، اي ديليجيت بعمله لايه؟ لايفنت. فهو همشي على الستاندردز بتاعت الايفنت ديليجيتس اللي هي شكلها ايه؟ ترجع فويد، وبتاخد اوبجكت سندر، وبتاخد اي حاجه بتنهرت من ايه؟ ايفنت ارجز. مين اوبجكت سندر ومين ايفنت ارجز دول؟ تعال نتكلم عليهم واحد واحد. الاول تعال نعرف مين دول. انا هرجع تاني للكلاس بتاع الفورم اهو، وتعال نشوف الاول مين الاثنين دول. مين اوبجكت سندر؟ لو انا عندي في الكلاس بتاعتي او الفورم بتاعتي زرارين، والزرارين خليتهم يشاوروا على نفس الفورم اهي، على نفس الفانكشن، مش قلنا ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. خليتهم هم اوريدي بيشاوروا على ايه؟ الفانكشن اللي اسمها ايه؟
اتش اتش اتش. وانا جوه الفانكشن دي عايز اقول له لو الزرار الاولاني اللي داس لو ده اللي داس يكتب عليه هاي، لكن لو ده اللي داس يكتب على ده اللي ايه هاي. اعمل الكلام ده ازاي؟ هو بينده على نفس الفانكشن صح؟ هما الاثنين دلوقتي بينده على نفس الايه الفانكشن. فانا هعرف منين مين الزرار اللي داس دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي هقول له ايه؟ لو انا عايز اكتب هاي وخلاص هجيب اي بطن اهي بي تي ان بطن 1 دوت تكست هيساوي هاي set as start project run. لو دوست على ده كتب هاي فعلا. ريفرش تاني run كمان مره. بس لو دوست على ده انا عايز اقول اللي داس اللي اداس عليه اللي فاير الايفنت هو اللي اتكتب عليه ايه هاي. طب اجيب منين اللي فاير الايفنت؟ هي المشكله دي بتقابلني امتى؟ لو الاثنين بيشاوروا على نفس الايه الفانكشن. طب انا هعرفه منين ده؟ هو عن طريق الاوبجكت مين سندر. مين الاوبجكت سندر ده؟ بيبعت لي فيه الاوبجكت اللي عمل فايرنج للايفنت. بيبعت لي مين الاوبجكت اللي عمل فايرنج للايفنت. فانا لو عايز الاوبجكت الحالي اللي عمل فايرنج للايفنت انا متاكد انه ده نوعه ايه بطن مش كده؟ مش ده ايفنت بتاع بطن. يبقى الاوبجكت اللي عمل فاير هو بطن. يبقى انا هكاستو لايه بطن. هقول له بطن اسمه اي حاجه بتساوي كاست الايه لبطن لمين للسندر. يبقى عاده سندر ده مين الاوبجكت اللي فاير الايفنت. يبقى انا بدل ما كنت بقول له بطن 1 دوت تكست هقول له بي دوت ايه. يبقى كده الحالي اللي فاير الايفنت لو رنيت تاني ودوست على البطن الاولاني هيكتب عليه هاي، لو دوست على البطن التاني كده بعت تاني هاي. يبقى انا فعلا بدات احدد او افرق ما بين الايه. يبقى هو ليه بيبعت لي اوبجكت سندر؟ عشان يحدد لي مين الاوبجكت اللي عمل فايرنج الايفنت. عشان لو انت عملت تو اوبجكت بيشاروا على نفس الايه الفانكشن. لغايه هنا في مشكله؟ احنا هنعمل الكلام ده في الكود بتاعنا، عايزين نشغله بنفس الايه الستاندرز دي. فانا لو عندي اثنين اوبجكت من منيو بيشاوروا على نفس الفانكشن المفروض جوه الفانكشن يبقى عندها سندر اكاستو المنيو عشان اعرف اني منيو اللي فايرت الايه الفانكشن دي. نفس الكونسبت بالظبط. طيب الحاجه الثانيه مين ايفنت ارجز دي؟ ايفنت ارجز هي اوبجكت شايل كل المعلومات سواء اللي انت عايز تبعتها لليوزر او عايز تاخدها من اليوزر. مش احنا كنا بناخد معلومه او اتنين؟ كنا بناخد الكرنت الاندكس مش كده؟ وكنا بنرجع له بوليان اللي هو فلاج اللي هو يكمل ولا ما يكملش. دول معلومتين هم، واحده بديها له واحده باخدها منه. بدل ما اخليه ياخد معلومتين او اخد معلومه وارجع معلومه او ادي له ثلاث معلومات او 10 معلومات وتبقى الدنيا عماله تتغير حجم الفانكشن، لا اعمل كلاس حط فيه كل المعلومات اللي انت عايز تبعتها ويبقى ده هو الايه في كل حاجه. وخلي الفانكشن تاخد اوبجكت من ايه من الكلاس دوت. يبقى انت بعت له كل حاجه مره ايه مره واحده. فانت عاده لو عايز اي معلومه لو انت متوقع انه هيبعت لك اي معلومه عاده هتلاقيها جوه الايه الاي دي. في الاي دي ايفنت ارجز دي البيرنت بتاع كل الكلاسز عاده مش هتلاقي فيها اي ايه اي حاجه خالص. اهي اي دوت هنضطر نستارت ما فيهاش ايه اي حاجه. بس فاكرين الفانكشن الثانيه اللي كانت في البريس كي بريس كان فين؟ اهو ما عملناهاش احنا مسحناها. تعالى نعمل ايفنت اللي اسمه ايه كي بريس بروبرتيز. ادي كي ايه راحت فين اهي كي بريس مثلا اهو شايفين. اول ما الاقي ان اسم الاوبجكت مش ايفنت ارجز اكيد يبقى فيه معلومات مبعوثه صح. كي بريس ده ايفنت الايه على الكيبورد. لو دوست على اي زرار في ايه في الكيبورد فعاده هيبقى محتاج يعرف هو انهي زرار اللي داس. مش دي معلومه محتاجها؟ يبقى هتلاقي على طول اهو في الاي دوت على طول محتاج اي معلومه ادور عليها فين في الاي اهو كي كاركتر الزرار اللي ايه اللي داس هو لوحده بعتها لي في الايه في الايفنت ارجز. فدي الستاندرد. الاوبجكت سندر هو الاوبجكت اللي عمل فايرنج للايفنت، والايفنت ارجز دي كل المعلومات اللي محتاج يبعتها لك او محتاج انت تعرفها من ايه من الكلاس اللي عمل فايرنج للايفنت. طب احنا عايزين نعمل الكلام ده على الكلاس بتاعتنا هنعمل ايه بقى؟ ها سيت از ستارت بروجكت. تعالى نعدل البروجكت بتاعنا ونظبطه على ايه على الكلام دوت. اولا شكل الديليجيت هيبقى عامل ازاي؟ كده كده هياخد اوبجكت سندر صح كما وهياخد ايفنت ارجز ولا محتاج معلومات تتبعت؟ لو انا مش محتاج ابعت حاجه هعملها ايفنت ارجز.
لكن انا محتاج ابعت معلومات ولا مش محتاج؟ محتاج. يبقى انا هعمل كلاس احط فيه المعلومات اللي انا عايز ابعتها. يبقى انا هعمل كلاس اهو اسمه ماي ايفنت ايه ارجز ايفنت ارجمنتس. الارجمنتس بتاعت الايفنت، البارامترز بتاعت الايفنت. المهم ان انا هانهرت من ايه عشان ابقى ماشي على الستاندرز دي. فيها حاجه ولا فيها اي حاجه؟ بس عشان امشي على ايه، على الستاندرز. ايه المعلومات اللي محتاجها؟ انتجر الكارنت صح؟ مش دي معلومه محتاجه ابعتها له؟ ومحتاج يرجع معلومه ايه، بوليان اللي هو ايه الفلاج صح؟ يكمل ولا لا؟ او نسميها is exit is finish is اي حاجه، خليها is exit. وبعدين هشتغل ده كلاس عادي خالص، constructors properties كل اللي انت ايه عايز تعمله اعمله. انا هعمل properties refactor encapsulate الايه الفيلدز. اوكي اوكي apply. ادي واحد هو زعلان ليه؟ عشان ما بعتلوش حاجه هنا. هبعت له هنا ماي ايه، ماي ايفنت ارجز، هنسميها ايه اي. نظبط دي بقى كده خلاص. نعمل بروبرتي الثانيه انكابسوليت الفيلد. اوكي اوكي نعمل الكونستراكتور. ها بابليك كونستراكتور اسمه ماي ايفنت ارجز، هياخد مني ايه حاجتين بوليان. محتاج ابعت له حاجتين ولا حاجه واحده كفايه؟ ممكن ابعت له كارنت بس. يبقى انا هبعت له انتجر اندرسكور كارنت. ممكن اعمل اثنين كونستراكتور زي ما انت عايز، وهبقى اقول له هنا ايه ان الكارنت بيساوي ايه اندرسكور الكارنت، والفلاج او از اكزيت هيساوي ايه فولس باي ديفولت صح. ادي الكونستراكتور. محتاج حاجه ثانيه؟ مش محتاج. عايزين نمشي على الستاندردز بتاعت الايفنتس. احنا في الاول لما عملنا ايفنت خلينا الديليجيت شكله عامل ازاي، خليناه بيرجع بوليان وخليناه بياخد ايه انتجر. ده مش ستاندرد. الستاندرد بتقول ان الديليجيت بتاعك بتاع الايفنت يبقى شكله عامل ازاي، بيرجع فويد وبياخد اوبجكت سندر عشان تقول له مين الاوبجكت اللي فاير الايفنت، وبياخد اي معلومات انت عايز تبعتها لليوزر او تاخدها من اليوزر في الايفنت ارجز. فانا هعمل ماي ايفنت ارجز، انا عاده لو انا مش محتاج ابعت له اي معلومات او غيره هخلي الديليجيت بتاعي بياخد ايه البيرن بتاع ايفنت ارجز، لاني مش محتاج ابعت له حاجه صح. لو محتاج ابعت له حاجه هعمل ماي اون كلاس احط فيه الحاجات اللي انا محتاج ابعتها له او استقبلها منه، احط فيها شويه المعلومات واعمل البروبرتيز والكونستراكتور زي ما انا عملت دلوقتي، وابعت له اوبجكت من ايه منها. المهم انها تكون كلاس بينهرت من ايه؟ ماي من ايه؟ ايفنت ارج. وجوه عملت الفاريبلز اللي انا محتاجها ابعتها له، ادي الكرنت، واللي محتاج استقبلها من منه ادي البوليان. وبعد كده عملت البروبرتيز وعملت الكونستراكتور. في مشكله؟ ادي الكلاس خلصته، خلصت الكلاس بتاع الايه؟ الايفنت ارج. وغايه هنا في مشاكل؟ ناقص ان انا اظبط الكلاس بتاع الايه؟ المنيو بتاعي. الكلاس بتاع المنيو ايه اللي هيتظبط فيه؟ ها اول حاجه الفانكشن اللي احنا كنا بنستخدمها، فانكشن اسمها اون بريس ايه انتر، بقى شكلها عامل ازاي؟ بترجع فويد صح، وبتاخد حاجتين اوبجكت سندر و ماي ايفنت ارجز ايه اي. وجوه هنا هخليها تعمل حاجه؟ لا ما بقتش محتاج اخليها تعمل ايه حاجه. طيب وبعدين جوه هنا جوه الفانكشن بتاعتي بدل ما كنت بقول له بريس انتر، بريس انتر بقت تاخد حاجتين صح؟ ايه وايه؟ اوبجكت سندر هبعت له مين؟ اللي هو مين؟ مين الكارنت؟ مين اللي فاير الايفنت؟ مش هو الزيس؟ مش انا عايز اقول له المنيو الحاليه اللي فايرت الايفنت هي دي اللي هحطها في الاوبجكت سندر؟ يبقى انا ببعت له مين دايما؟ الزيس. طيب والايفنت ارجس اللي انا عايز ابعتها له حكايه اوبجكت من ماي ايفنت ارجس صح؟
وهدي له الكونستراكتور اللي هو هيدي له كام؟ الكرن بتاعي صح؟ الكرن بتاعي. تاني ومفيش حاجه اسمها ما بتريترنش ايه؟ حاجه. تاني انا دلوقتي ندهت على الفانكشن اللي هي دي صح؟ هتبعت لها مين الاوبجكت سندر؟ عايز اقول المنيو اللي فقره المنيو الحاليه اقولها له زي الحاليه مش هزيس هزيس. طب وعايز ابعت لها اوبجكت من ايفنت ارجز بالمعلومات اللي انا عايز ابعتها هكريت نيو ايفنت ماي ايفنت ارجز والكونستراكتور بتاعه بياخد الايه الكرنت هي دي المعلومه اللي عايز ابعتها بس محتاج حاجه ثانيه. ما هو ملهاش بروبرتي. هل الكرنت ليها بروبرتي؟ لو ليها ماشي بس انا عاده مش عامل لها ايه بروبر. وعاده اي معلومه عايز ابعتها ببعتها فين؟ في الاي حتى لو هي موجوده ليها بروبرتي جوه. ماشي لسه انا لسه جوه كلاس ايه المنيو لسه ما هندلتش الايفنت كويس لغايه هنا في مشكله. طيب لما اجي هندل الايفنت بقى ادي غسيل الهاندلنج بتاع الايفنت اخر حته ايه بيلد هيضرب دلوقتي ايرور اهو ان في البروجرام بلس ايكوال دي ما بقتش تنفع تشاور على الفانكشن دي لان الفانكشن ما بقتش بنفس الايه الشكل. الفانكشن شكلها المفروض يبقى عامل ازاي؟ void وبتاخد object sender و my event args ايه؟ اي ده شكلها الستاندر صح؟ طيب عايز اجيب الاندكس اقدر اجيبه منين؟ من الاي دوت current جبت الاندكس. اي معلومه محتاجه هلاقيها فين؟ في الاي وجوه اشتغلت 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 عايز اقول له ان الريزلت بايه؟ بفولت. يبقى انا هقول له ان الاي دوت كارنت مش كارنت بقى اي دوت فلاج مش كده از اكزيت بتساوي ايه؟ ترو صح؟ ومش هريترن ايه؟ حاجه مالهاش ريترن. ناقص في المنيو دي اخرجه بره الايه؟ الكونديشن. بدل ما هقول له الفلاج هقول له ايه؟ فين الاي؟ انا شايف اي؟ انا مش شايف اي. طب ايه رايك نعرفها بره؟ مش كده كده هحتاجها؟ اهي يبقى انا حاجه هنا اهو بره دي هعرف له ايه؟ ايفنت ارجز ماي ايفنت ارجز اسمها اي حاجه اي بي سي عشان ما تقولش انها اي ولا حاجه وبتساوي نيو ايه؟ مش هخليها هنا نيو هخلي نيو ايه؟ جوه الانتر عشان ايه؟ انا ما اعرفش هيتغير الايه؟ الكرنت كل شويه صح؟ فانا هعرفها بره وهاجي هنا اهو اقول له بتساوي ايه؟ الاي بي سي بتساوي نيو كرنت وابعت له مين؟ اي بي سي واجي هنا بدل الفلاج هقول له اي بي سي مش شايفها يبقى انا معرفها في حته غلط. 4 منت بس ماشي المفروض اعرفها بره اللوب عشان ايه اشوفها جوه اللوب. وجيت هنا قلت له ايه ان اي بي سي مالها دوت از اكزيت نوت از اكزيت يفضل ايه يلف صح. ثانية واحدة عارف بس ما ينفعش اديها نل في الأول. ليه ما ينفعش اديها نل في الأول؟ أوكي قولي ليه عملت إيه؟ أوبجيكت من إيه؟ مش أنا كده كده وأنا بندى على الفانكشن محتاجه ابعت لها اوبجكت من ماي ايفنت ارجز اهو في الكولينج مش انا في البريس انتر بعت له زيس ومحتاج اوبجكت من ايفنت ارجز مش الفانكشن بتاخد الاثنين ما انا هبعت له اوبجكت منها ما انا عملت اوبجكت منها بعته له هعيد تاني بس تعالى نجرب الاول نتاكد انها ايه
شغالة زي ما احنا متوقعين. شيل ران ادي ايه شغالة. هاي ويلكم اكزيت خرج ورجع للايه المنيو التاني صح. الدنيا شغالة زي ما هي. كل العملية ان انا مشيت على الستاندرد، انا ما غيرتش حاجة، انا بس مشيت على ايه على الستاندرد المفروض الواحد يمشي عليها لو هو شغال في ايه في ايفنتس. تاني هعيد على اللي انا عملته مرة كمان. قول نعم يا سلام لو الناس مركزه زي ايه التركيز في موضوع الفيديو ده. انا والله عشان ما